دكانة صغيرة بسيطة بمنطقة طرابلس لرجال مقعد هو وولاده قاعدين فيها. هلا رح نفوت أنا وياكم ونفاجئه إنه جايين لعنده لنعطيه كل الحب والدعم. مرحبا. أنا مرحبتين. كيفك؟ الحمد لله. أنا سمعت عنك كتير هون بالمنطقة لهيك حبيت أجي زورك. في هيدا لإلك هدية بسيطة كرمال الأولاد. جمال قديش لك هون بالدكانة؟ صار لي زمن والله، يعني الوالد الله يرحمه لأنه مشان وضعي ما بقدر أشتغل عمري هون. صار لك زمان هيك عندك هيدي المشكلة خلقة يعني؟ كان عمري سنتين. نعم. جتني أنا مثل صيبة عين طرف شلل وغلطة حكيم. سلامة قلبك. الله يسلمك يا رب. وكم ولد عندك؟ ثلاثة؟ عندي ثلاثة. بسم الله الله يخلي لك اياهم. الله يحفظك يا رب. وكيف الوضع الدكاني هون ووضع الشغل وكل شيء؟ ست داليا انت بتعرفي هذا الوضع بلبنان معروف شكله وين وكيف الاحوال. خاصة هلا دمرونا، شفتي هلا كمان والله يعني انا لو بدي اياك على بيتي انا بعيد. بيتي غرفة، انا ووليدي غرفة ومطبخ وحمام، عم يبرم ما عم لي ايجار. كلكم قاعدين بالغرفة اجار؟ غرفة اجار. قد ايه اجار بالشهر؟ 500,000 بالشهر. طيب انا انبسطت تعرفت عليكم وتنعاد عليكم. الله يبارك فيك يا رب. وان شاء الله هيك تمرق هالظروف الصعبة ويعني يرجع لبنان احسن ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك ورمضان كريم. الله يبارك فيك يا رب. تشرفنا. كمان بيت جديد بمنطقة طرابلس وعائلة جديدة. مرحبا. كيفك حجة؟ تمام. تفضل. رمضان كريم. عليك يا رب صحة وسلامة. تفضلي قاعدة حجة. كيفك يا حجة؟ الحمد لله مشكلة الله. قد ايه صار لك ساكنة هون بالبيت؟ 11 سنة. شو عندك ولاد؟ بنتين وصبي. بنتك الثانية وين؟ نايمة حد أبوها. جوزك؟ زوجي مريض. شو بو مريض؟ عمل عملية دودي أكلة العصبية بطل يعود. كان يشتغل يفوت ويطلع بس حاليا ولا شيء أبداً. ما بيتحرك ما بيحكي؟ لا. وعندي طفل شلل دماغي. ومين بيساعدك؟ مين؟ هالرجال الطيبين رفقاته لزوجي من غرض. بس أنا وضعي يعني مجتمع صعب. أنا هلا عندي عملية لأبني بتكلف 2000 دولار مستشفى المظلوم. وعدوني ناس انها تتسكر العملية وما عاد ردوا علي خبر ومضطرين اني اعملها اليوم قبل بكره. يعني اللي عم يسمع شو اسمك؟ اسمي ناهية. ناهية اللي عم يسمع قصتها هي ابنها بحاجة لعملية مستعجلة لانه ابنها عنده وضع صعب اعاقة وعنده عملية لشو بالضبط؟ زرع اوتار. قد ايه بتكلف العملية؟ 2000 دولار. اوكي. اللي بيقدر يساعدها لناهية يساعد ابنها انه يعمل العملية بيكون كتر خيره بشهر رمضان المبارك. انت شو اسمك؟ رويدة. يا حبيبي شو حلوة. قد ايه عمرك؟ رويدة. بتروحي على المدرسة؟ ايه او لا؟ بتروحي على المدرسة؟ عندك رفقات مهضومين وحلوين؟ بتمنى من كل انسان سامعني وسامع صوتي يقدر يساعد هالطفل بالعملية يقدر يعيش مثل اي طفل. تكلفة العملية بمستشفى المظلوم 2100 دولار. انا انوعدت بس بعد لحديت قالها ما حدا ساعدني ولا حدا رد لي خبر. ابني عنده اعاقه، عنده نقص اكسجين بالراس ولا بيمشي ولا بيحكي. وهيدي العمليه على اساس انه هو بتساعده يقدر يوقف وينقل اجره شوي شوي. رمضان كريم. 2100 دولار. انا انوعدت بس بعد لحديت قالها ما حدا ساعدني ولا حدا رد لي خبر.